بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي ومحمد سبحانه وتعالى أنا قاعد هني لي وما سنتي واحد إن شاء الله يعني كان لوقت ضوء كان عنده فرعين تيك الصلاة طي حاجة هي ترشدني اللي بعد محمد عبيد ما هي جراه وكل هذا إن شاء الله إلا كريم بوليس وكريم فرعين تسوه هنتي بديبا مسؤولية أسر صحيصة اسمي هذا معارضة يورضوا إيه كهالين واحد لنا هاي قرشدة محمد عبيد واحد اللي بان وروي نوسون هاي اللي بان حسانات دولي هاي لكن دي حسانات دو هدي عن شروع دي هي قوانين تي هي قرن بدي اللي قدر دورنا اللي قدر لأن دي حسانات ما هو هو حسانات هو حاجة ما كلها هاي شرف كلها هاي وهدي لا يكبر بقى هدي لا هاي مركز شرط هي قرن بدي يشروع لطل كعك كل على شوية يشرف لها دي كله واحد ما هو مش صح واحد اللي قدر بالين ما هو مش صح حسانات دو مركز هو هاي مش شيء نعم مركز هاللي يشرع له صوب حي هنا الادارة الشرعية كوينين نوون صرفت له شرعي وشرعي مسكين كانوا واقفين هي يعني كحصانة اللي مسؤول كأنا عديد دم بالوتومه بوليس واقفين هي وأنا لحد هي هي ده نبض سجيد ده هي ده هدي باريستوا دي شغل ودي كبدين هي ممكن لو هي لنا دي ما كوا الصوب اللي قدورة إحنا بقى كوا هويا بدي كل أخي تي سبريها بوا سرعتي ما كا إني بدك دجاج أو أي مركي بقدر قرب بدي نقطع ما هو ما كان سجيد معارض إني الصوب حار إذا كحلا والمركي بدي أيقظ ضل كم نمكاسي رتشك له ودوني له جابيا إن هذا الشروع دي سدوي ويا رفت ويا دفع فحنا لنا هاي اللي ما نظر إني كعادي إن سياسة لها وهذا يحسب هذا السياسيين أي فلان ونمكاسي كده حلان وأي معقول كجنا حصلان درين كده تكع وبشدة كعيان وهذه لها كده جوا واحد صايب وقعان اللي ما نظر وحنا لنا هاي ورساسي كده بالعيدين دوستي بالعيدين دوستي إن هذا الشروع ده دكسيسان بشري دي صوت ورتي واحد يدين دورتين إن أوفر سايت على سميسان أو شقة دا هي ده الدولة دا محاكم راح ده كورونا يرتع أو تكو محاكم راح تشوف تيسان لكن اللي يدين ما دور عنين إن الفلسان سياسة أو رو أو أي دكتة حلان أو دناش الشيء يدنا محاكم راح ده شخصيات اللي تقول سال يدين ما دورا وين اللي يلا طلع يدين ما دورا إن مقطعان اللي بعنا محاكم راح قرن أيال يدين دورتين أو قرن نمدا iyo hadii la ka digo bulshadooda oo adeegista iyo dijitaal shuruuc iyo la xisaabta xukuumadda intaas la idin doorto marka shaqadii idin ugu soo noqday ayaan u leenahay shaqadii mi waxa way waad baan marsantii idin ugu soo noqday ayaan u leenahay nimankan iyagu soo go'ay ilaa shalay hadallada aadka u kacsan maxaa bulshada ku kicinaya masuuliyiinta ee doonaya inay dalka hoggaamiyaan waxaan u leenahay dadka dalka hoggaaminaysan ee isku noqda idinka waxba idinka laftiina waxba idinka si isku noqda waxaan u leenahay oo sharciga dowlistiisa iyo hay'adahan ee maxaa ku ray sharci dejin hay'adaha shuruucda ilaalinaya ee garab istaaga ayuu dhaleenahay oo ha kor dhicina baarista iyo dambiyada maxaa ku ray cidii ku shaqada lahayd ay qabashada sameysay ha kor dhicina ayuu dhaleenahay ee waxa weeye shalay bin arkayni musharraha xisbiga wadani oo isaga laftiisu gurigiisa maxaa ku ray ku abaabulaya ciidan oo sharci jabi sameynaya oo markii dambe buuraha u diray وتشوف حد سمي أي وحوي شرع دتشيت الشرع تبيتي وسمي ما أنت أنا وحوي عن هالليبان بورس قطري واللي هذي وهذه أما هو أي شغل اللي كل بدنيا بيكسو قرب تاعي يقول لي هالشرع اللي جبا يا صار لو واحد بده نرفع عنه لأن هاي سيدات دلك وهو دون سعيد دلك هدي أديك أنا الشهور دي لالي نيني وأنا حكوا كراني ما دي أنا دي لالي نيني ويدو أنا حكوا يا دو متي هذه باري iyo waxa shaqadii maxaa ku leeyahay gisal gaarin inaad soo go'do maxaa ku raadka hadasho idin xaqba leeyahay waxaan leenahay xilibaadada shaqadoodii ha ku noqdaan mucaarad quraan degdeg iyo fudayd ee ciidanka dadka ha iska daayaan baan leenahay waxaan u sheegaynaa xisbiga mucaaradka asalka waa xisbiga si uu xalay bulshada uu isku xirgaa si dibo xisbi maxaa ku raadka dad doon baan sameynaynaa iyo waxaan bulshada baahiyaa isbeddel doon maaha wax weeyaan waa caqabadaha ugu badan ee bulshada horumarkeeda ka soo jeeda waxa weeye iyaga mucaanta badan waxa weeyaan halka waxa ku hayaa oo ka dhan oo aan la wadaagi doono saxaafadda wadadaas waxa weeyaan guddoomiyaha xisbiga xisbi ayaa waxa uu diray sida garaha dibadda ee dalkaasi soo jira isagoo markaa leh waxaan aad iyo aad uga xumahay heshiiskii soomaaliya iyo itoobiya ee turkigu waday inay burburaan oo dal fiican ay yeelan waayaan baan aad uga xumahay sagoo sidaa leh tan macnaheedu waxa weeyaan heshiiskaasi
هدو من هذا الله والله هاوي كفح إلى هاي وتابع عليه دعوي من هذا الله كجيس هذا سامي بسم الله وياني والأم نعي من هذا ما حكوش شجعان وين هذين ديك عشان صندونا we are deeply concerned about the potential negative outcomes of the Ethiopia Somalia talks. We are disappointed to see that there is no cooperation between Ethiopia and Somalia in the interest of the Horn of Africa. تابع عليه دعوي إن أنا إتشعل إسم إن تيجي الآن حشيس في إثيوبيا وسوماليا وبحري وكده ما هو ما يتشعل إسم مركا واحد يتشعل عين إن لسوا أفكرته وأنا ويو قال لك أنه هو مركا مر وول بعد بين دابي أي ده كان وهي بس كان واحد سعيد يعني هو مري يو أنا بيو محاكرة يو برا يو سبده لك سيني تا عكس كده هو كعيان شلي بيك سوف تشيل حشيس في محاكرة إن تكتب بركرة أي بي بي و مركي دمانة تقولي لك بشر ويا عكتي هو مركي يو أنا كسرة dikadi berbayse dikadi kadii ugu horeeyay geeska afriqiya arab waa ugu min noqotay franki kimad bilisa xaga horay ugu gash marka waxa weeyaan markasta hadii aan sharci iyo dawrin oo horumarka dalka iyo maxaa qoray shucuudisa iyo difaaca qaranimada la barbar istaagin dalkeenu horumar gaari maayo een taasna mar walba ay talo tahay sawaa wax isbigaas wadani een waxaan u sheegaynaa dad marka een inaan sidaasi ahay een guri inaan usaasi maxaa qoray aanay dalkan waxba kaga noqonaynin een wadakiisen waxa ugu badan ay ka hadlaan ka badan ay ka hadlaan waa qaranimada waxa soo hadalkaan waxay ka hadlaan difaaca qaranka waxay ka hadlaan islaamka ka hadlaan waxay u hadlayaan difaaca qaranimada waa muqaddas qofka soo muwaadana waa waajib inay ka hor yimaadaan maaha markasta waa inuu diyaar garoobaan hadday taagantii waa inuu diyaar garoobaan soo hadmaadka islaamka ka hadlaan islaamka taariikhda islaamka oo taariikhda soomaalida qof beeni kara ma jiro hadii aanay islaam muddo kan dib u xoreyn inaanay rajiimkii ay la cadaadiyey aanay ka xoreynin maanta guulaha iyo horumarka iyo wanaagga iyo dimuqraadiyadda iyo taa ay xisbiyada ku noqdeen nabadda xisbiyada ku noqdeen urodmawrada ku noqdeen iyo sistamkaasi inuu muujiyo islaam waxa uu rikoorkii islaam ee waddankan ay dhigteen iyo markii waddanka ay islaam qabsatay ka saartay cadowgii waxa weeyaan dib u heshiisiintii samaysay maxaa ku raadi dhiskay waddanka ka samaysay nabadayntii ay samaysay horumarka ilaa maanta laga soo gaaray iyaga ku sugtay iyaga halgowlo ah iyaga dowladda maxaa ku raadinaya soo gaarsiin maanta rikoorkaasi adduunka waxa uu la xusaa oo marka jabhada asaaso kale mujaahidiintu veteraniska markay dal qabsadaan rikoorkooday gaaraan waxaana islaam ogolaatay baanay ogolaan ba jabhada adduunyada iyo mujaahidiintu iyagu waxa weeye si fiican bay maaragtay sistamka dimuqraadiga inuu sameeyey adduunyada kama u dhacdaba marka rikoorka inuu yaalo xaggeenu manaahijteena ku qori lahayd ay connector inoo noqon lahayd isna oo bulshadoo dhan ilaa waa laga wada qayb qaatay isna yaa kale qaadanaysan si guud iyo si gaar ah waa laga qayb qaadanaysan adamaadka wax la dhinay garan karana ma marka rikoorka inuu yaalo iyo taariikhda ninka ka soo horjeedeeyay ee maxaa ku raayay waa baabinaya ama waa ka hadlaya ama waa ka soo horjeedeeyay wanaa Soomaaliya wanaa Soomaaliya ka soo horjeedeeyay yaa waana af ideology iyo afkaar ugu cusub oo laga soo wareeday ee maxaa ku raayay dalka Soomaaliland diidan horumarka Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland dalka diidan baa ayaa afkaartaas ay u jiraas marka waxa uu hamleenahay cid kastoo dambi gasha xasaarad ku gabanaysa waa la qabanayaa hay'adaha sharciga waa waajibkooda ka gudanaya idinkuna ha soo barbaryaacina ee baaritaanka iyo ciddii shaqada ahle waxay soo saarto suga baynu leenahay haddaad se ka hor dhacdaan taa macnaheedu waxa weeyaan waxa fikradaha noocaasa iyo waxaa lagu haystaa garab ku siinsaa bay ka dhigan tahay marka intaasaan ayaan jeclay inaan u sheego hadii Alle ka dhigo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.